هي المسألة خلافية هذه. نعم. الحج والاعتمار عن الغير، يعني المالكية عندهم هذه من العبادات البدنية التي لا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم. لكن بعض المالكية أيضا وغيرهم كثير يعني يقولون بالنسبة للاعتمار والحج عن الميت جائز، بعكس يعني من كان حيا وهو قادر فلا يذهب أحد للقيام بذلك نيابة عنه. نعم. لكن أنت يعني سألتموه في سؤالكم في قضية هل اعتمر أو لا، ففهمنا منه أنه سيعتمر أولا عن نفسه. نعم. ثم بعد ذلك سيذهب إلى مكان الإحرام التنعيم. نعم. ومساجد عائشة، فيعتمر فيحرم من هناك ويعمل عمرة لأمه أو لأبيه. أرجو أن يكون ذلك جائزا إن شاء الله. وذاك تكلم عن مسألة أخرى وهي قضية الإحرام. نعم. من أين يكون؟ نعم. إذا كان هو راجعا إلى مكة بعد أن وصل المدينة، أو يقصد في البداية. نعم. يعني حطت به الطائرة في المدينة وهو ذاهب إلى مكة، اثنين يمكن أن يحصل. نعم. بالنسبة للمكان، مكان الإحرام معروف، يعني هو آبار علي. لكن علماء المالكية يقولون من الأنسب، من الأحسن، من المندوب أن يغتسل الإنسان من بيته من مدينة ويحرم من ذلك المكان، وإن أخر ذلك إلى آبار علي فلا حرج عليه، والله أعلم. يعني شيخنا هو الأفضل له أن يغتسل في بيته ثم يحرم من آبار علي ولا يؤخر الاغتسال إلى آبار علي. لا يغتسل في بيته. نعم. ثم يحرم من آبار علي، من آبار علي. نعم. نعم. طيب.